للمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسلنا هناك محمود جميل. محمود، بعد التحية، ما هي آخر فعاليات المهرجان، وأيضا كيف هو الإقبال الجماهيري وأيضا الأنشطة المتنوعة هناك؟ مرحبا بكم من مدينة العالمين الجديدة، ولازلنا نتابع معكم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة التي يعني لازالت تستقبل كل الزائرين وأيضا محبي مدينة العالمين الجديدة على مدار الوقت. وقبل أن أتحدث عن الفعاليات المرتقبة اليوم، دعونا نتحدث عن الليلة الجميلة التي عاشها يعني عشاق ومحبي الفنان محمد منير في الحفلة التي أقيمت في العالمين أرينا بالأمس. وكانت هناك بعض الكواليس والرسائل التي تم التأكيد عليها في هذه الليلة الممتعة، بداية من نقل منطقة العالمين أرينا إلى منطقة أخرى بجوار المدينة التراثية بشكل أوسع لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير، بعد بالطبع الإقبال الشديد الذي كان في النسخة الأولى خاصة على الحفلات الغنائية. فبالتالي كان هناك تنظيم رائع لاستقبال الجمهور وتنظيم بوابات الدخول، والمميز في منطقة العالمين أرينا أنها أمام المدينة التراثية، فبالتالي كل من يسير في طريق العالمين أو يذهب إلى العالمين أرينا يجد ويستمتع بجمال المدينة التراثية والمشروعات القومية الموجودة والأماكن الترفيهية والسياحية الموجودة في مدينة العالمين الجديدة. كانت هناك رسالة قوية في هذا الحفل بالطبع بالدعم للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين. كان هناك عزف للموسيقار مصطفى الحلواني، ثم كان هناك أغنية أعدت خصيصا لدعم القضية الفلسطينية تم غناؤها لأول مرة في هذا المهرجان وفي هذا الحفل من قبل الفنانة دينا الوديدي. ثم رأينا الدبكة الفلسطينية التي كانت موجودة على المسرح وتفاعل معها الجمهور بشكل مباشر، ثم صعد على المسرح الفنان والكينج محمد منير ليستقبله الجمهور بتحية كبيرة، وهو أيضا يدعم القضية الفلسطينية من خلال الأغاني التي قام بغنائها، ومنها أقسمت بالحرية وعدالة القضية القدس عربية. وكان هناك أيضا وجه الشكر الفنان محمد منير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم هذا المهرجان وعلى تنظيم هذا الحفل. وكانت ليلة ممتعة رائعة، نعم، يعني عاش فيها الجمهور في انبساط مع الكينج محمد منير. الفعاليات ستستكمل اليوم ببعض الفعاليات الرياضية، ستكون في مساء هذا اليوم سيكون هناك تحدي اللعب السريع أو تحدي السرعة لكل من لديه مهارة في لعب كرة القدم، سيتواجد في المنطقة المخصصة الفعاليات الرياضية لاكتشاف المواهب وللمشاركة في هذا الجو الممتع الخاص بكرة القدم لكل عشاق كرة القدم ولكل من يجد في نفسه مهارة اللعب. ثم سيكون هناك أيضا بعد الفعاليات بعض الفعاليات الأخرى الخاصة بالأطفال والفاشن شو، وأيضا بعض الأنشطة الخاصة بالحيوانات الأليفة. ولازال الإقبال مستمر على جميع المناطق السياحية هنا في مدينة العالمين الجديدة. أشكرك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، كنت معنا من مهرجان العالمين الجديد.